اليأس. ثم في التذمر صفة سيئة في مقابل صفة حسنة وهو التعفف. إن الله يبغض البؤس والتباؤس. الله ما يريد البؤس في عبده، فقر الله ما يريده، الفقر سواد الوجه في الدارين، الله ما يريد الفقر لعباده، ومخلي عشرات الحلول حتى لا يبقى الفرد فقيرا. ويبغض التباؤس، يعني عنده بس ما يظهر للناس، دائما يبين نفسه فقير، دائما يبين نفسه مريض، دائما يبين نفسه عاجز، دائما التذمر. إضافة إلى أن المتذمر يبتعد الناس عنه. أنت شايف الواحد اللي بس ما تقعد ويا بارحة بالليل كذا واليوم الصبح كذا، وضيعت مفتاح سيارتي مثلا، أو ضيعت مالي، بالليل ما قدرت أنام، زوجتي اليوم تعاركت وياي، شلون؟ الناس يريدون من يشيع فيهم الأمل، يرتاحون إلى الكلام الإيجابي الحلو. أما واحد يتذمر، أولا يخلي نفسه محور والكون كله لازم يدور حوله ويسمع إلى مشاكله، وثانيا الناس يريدون المتفائلين وليس المتشائمين. أنت اللي مو قادر تحل مشكلتك جاي عندي، أنا ما أريد أسمع مشكلتك، أنا عندي مشاكل، أنا عندي مشاكل. الأحنف جاءه رجل واشتكى من وجع في ضرسه، أنه أنا بارحة بالليل أسناني كانت توجعني، وأطال في الكلام، يعني فترة قام يحكي أنه شلون ضرسه كان يوجعه. يوم اللي كمل قال ويلك، إن الله أذهب بنور عيني. واحدة من عيوني، هذا النور مال العين راح، يعني انطفت العين بس ما تبين. إن الله أذهب بنور عيني منذ 30 عاما ولم أخبر أحدا. ما قلت بارحة بالليل ما نايم بسبب وجع الضرس مثلا. أو يأتي عند الإمام الصادق الرجل ويسأله الإمام، كان مسافر وراجع من السفر، فقام يبين مشاكل السفر اللي شافه. يا عم يجيب الأشياء الحلوة. الآن هذول اللي كاتبين مذكراتهم، أخذ من ابن بطوطة ولا غيره اللي كتبوا المذكرات، عادة جايبين الإيجابيات، لذلك الناس يرتاحون لهم، مو جايب السلبيات، مو جايب المشاكل اللي اعترضته في الطريق. هذا جاي يشتكي عند الإمام الصادق ويقول مثلا قضيت أياما صعبة وواجهت مشكلة، والإمام يقول الحمد لله الحمد لله. قال يا ابن رسول الله، أنا مو أشياء حلوة شفتها هذه الأشياء اللي دا أقول لك، أنت تقول الحمد لله على كل مشكلة واجهتها. قال ألا تقول واجهت مثلا، واجهت مشكلة، رأيته، قضيته، صار ماضي، شو الداعي لأن تقول المشكلة إجت بس راحت، قول الحمد لله. اللهم أني أسألك اليسر بعد العسر، اتكلم عن اليسر، العسر راح، ليش مشلب بي أنت؟ تحول هذا العسر الذي مررت به إلى مشكلة نفسية عند نفسك، صعب راحت، قول الحمد لله. وأيضا في التذمر وفي كشف الضر مذلة للنفس، وفيها أيضا كذب دجل. أغلب هذول اللي يجون متعودين، إحنا ما بدنا نتكلم عن مرة ومرتين، لا في الطمع نتكلم عن مرة ومرتين. اللي استشعر الطمع جعل الطمع شعاره، وجعل الطمع مثل لباس لبسه، أو الشخص اللي دائما يكشف عن ضره، هذا الرجل في حقيقة الأمر يبين مسألة وهو يكذب، كثيرا ما يكذب، أو على الأقل يبالغ في كلام، وهذا معناه هو يتعود على الكذب بمرور الزمن، لأنه يريد يكسب عطف الناس فيكذب. المطلوب شنو في مقابل هذا الأمر؟ أن تكون أنت كالبحر، ظاهره هادئ لكن في داخله أسماك، حيتان، وأمور كثيرة في داخل البحر،